الدنيا أمرها بسيط، هي شيء وليست كل شيء، بل في من يرى أنها لا شيء. بعض الحقائق إذا عرفناها وأدركناها وآمنا بأنها حقائق حتهون علينا أمور كثير جدا خلال فترة حياتنا في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم بأن الإنسان خلق في كبد. أنت لازم تعاني، لازم تتألم، لازم تعدي عليك ظروف صعبة. أعطانا خبر من قبل ما نتولد أصلا بأنه هذا الشيء حيصير معك، وهذا شيء هيئنا نفسيا بأن احنا نتقبل ونحاول نشوف مخارج من هذه الأمور. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. البشر، الحيوانات بجميع أشكالها وأنواعها وأماكنها، الحشرات، النباتات، كلنا رزقنا على الله سبحانه. لا تندم على حاجة أو مكان بذلت الأسباب عشان تحصل عليها وفي الأخير لقيت واحد غيرك حصل عليها وتعتقد بأن هذا الإنسان جاء وأكل رزقك. ما حد يقدر يأكل رزق أحد. لو أراد العالم الناس كلهم أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واسطات الأرض لو تجيبها لشغلة معينة ربنا مو كاتب لك إياها ما راح يصير الشيء ذا. وعشان كده ما في داعي للحسد، ما في داعي إنه الإنسان يحارب على نعمة ربنا قسم له إياها وأعطاه. اللي عند الناس هذا شيء لهم، ادعي إن الله يزيدهم ويعطيك. أيضا من أهم الحقائق الموت. معرفة الدنيا كلها فانية خليك أنت خلاص، يعني أنت يجب أن تستعد. أنا استغرب من إنسان يفني عمره كله في جمع المال، في منها بمشاكل، في منها أصلا ظلم حق ناس، ويحرم نفسه ويحرم عياله وما حد يعرف أصلا عنده فلوس لين يموت، ولا أعطى في الحياة هذه نفسها أنه يمتعها في الفترة البسيطة هذه اللي بيعيشها. إذا استوعبنا هذه الحقائق حنفهم بأن الدنيا أمرها بسيط، وحنعرف كيف ممكن نعيش فيها ونخرج بسلام. يا أخي حب الحياة، لكن لا تحب الدنيا، ترى في فرق. لأن حب الدنيا ممكن يخليك تقتل عشان تعيش، ممكن يخليك تاكل حق الناس عشان تزيد رصيدك، ممكن يخليك تنسى بأنه والله في لك نهاية. فأسأل الله أن يرزقنا الجنة وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. السلام عليكم.